اكو قضية ملفتة للنظر، هي قضية الشراكات التي تقوم بها الشركات النفط العالمية لتعظيم أرباحها، مثل الشراكات مع مصانع البتروكيماويات. السعودية شريكة من خلال شركة أرامكو مع الصين، وفرضت عليها أن النفط اللي يستخدم في هذه الصناعات يؤخذ من السعودية. العراق لماذا لا يلج في هذا النوع من الشراكات؟ وزارة النفط سومو لماذا لا تدخل في هذه الشراكات في مصانع من هذا النوع أو غيره؟ لا، الحقيقة العراق ذهب بهذا الاتجاه مع توتال الفرنسية وأيضا مع شركات صينية يعني عقد بحدود 27 مليار دولار ليتضمن أيضا الاستثمار لصناعة البتروكيماويات، وهو ماضي باتجاه الانفتاح على رأس المال العالمي. لا، هناك عقد مع توتال لاستثمار البتروكيماويات وأيضا للطاقة الشمسية. يعني العراق ماضي باتجاه الانفتاح على رأس المال العالمي. ما أركز عليه أن هذه المسميات، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، دول المنطقة، هناك رأس المال العالمي. رأس المال العالمي الآن متركز في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هي رقم واحد على مستوى العالم، وأيضا الاتحاد الأوروبي. عندما يبحث هذا رأس المال العالمي عن عائد أعلى، يحتاج إلى هذه المنطقة لأنها مكمن نفطي، لا يمكن أن ينمو العالم بدون هذا المكمن النفطي. المحافظة على الاستقرار هي التي سترفع معدل الاستهلاك في العالم، وليس المقاطعة أو تجير يعني التكتلات لصالح عدم الاستقرار. الاستقرار هو الذي يعني ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب، وبالتالي انتفاع دول المنطقة. ما نحتاجه كدول منطقة إلى فتح نافذة الاستثمار لرأس المال العالمي، لاستثمار موارد المنطقة، للدفاع عن استقرار المنطقة، ولا أن نكون ساحة يعني الصراع بين الأقطاب أو المسميات. هناك يعني جهة تدعم التنمية وجهة تدعم التدمير. كلما حفزنا الشركات العالمية على التنمية في المنطقة، كلما أبعدنا المنطقة عن عدم الاستقرار. هناك الآن صراع على جر المنطقة إلى منطقة التجاذب. باعتقادي أوبك بلس نجحت في الحفاظ على الاستقرار لأسعار النفط، يعني هي تستطيع إغراق السوق وأيضا تستطيع الاحتكار، لكنها تحاول أن تخلق بيئة مستقرة لمعدلات النمو لكي نحافظ على الاستقرار العالمي.